السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم منورين قناتنا التعليمية. ويلكم everybody. الفيديو بتاع النهاردة فيديو خاص بكم وخاص بطلبة الصف الخامس الابتدائي، وطبعا هيبقى الفيديو النهاردة غريب شوية لأن احنا هيبقى إنجليزي في رياضة ورياضة في إنجليزي. إزاي الكلام ده؟ هعرفك حالا. طبعا الرياضة اللي عندك هتدرس الأرقام فيها بالإنجليزي مش بالعربي، يعني انت هتفضل طول السنة تاخد الرياضة بالأرقام بالإنجليزي، خد بالك، يعني مش هتتعامل بالعربي، هتتعامل الأرقام بالإنجليزي، فانت محتاج تشوف هتشتغل على الأرقام بالإنجليزي ازاي. الفيديو بتاع النهاردة فيديو محتاج تركيز كويس جدا، عشان انا هعرفك هتتعامل ازاي في عمليات الجمع والطرح وكل العمليات اللي ممكن تقابلك في الرياضة. ركز معايا. بص يا سيدي، لو انت عندك الرقم ده 3+3 باللغة العربية، 3+3 يساوي 6. طب تعالى نعمل المسألة دي كده بالانجليزي ونشوفها هتشتغل ازاي. هيبقى عندك 3+3=6. خد بالك العلامة دي علامة بلس اللي هي زائد، وعلامة يساوي معناها equals. لو انت عايز تتعلمها بالانجليزي وتقولها حتى في الرياضة بالانجليزي تبقى انت ممتاز، عايز تقولها بالعربي قولها بالعربي، يعني هتقول 3+3=6، او تكون ممتاز لو قلت 3+3=6. طيب دي مسألة سهلة، تعالى كده نزود الرقم ده شوية كده ونخليه 13+13 طبعا يساوي، هتجمع التلاتة مع التلاتة يساوي 6، وواحد زائد واحد يساوي 2. تعالى نعمل المسألة دي كده بالانجليزي، فيبقى عندي 13+13=، ها هنجمع ايه؟ هنجمع التلاتة مع التلاتة الاول، ولا هنجمع الواحد مع الواحد الاول؟ في الحقيقة المسألة ديت لو جمعت التلاتة مع التلاتة الاول هتطلع صح، ولو جمعت الواحد مع الواحد الاول برضو هتطلع صح، يعني هتقول 3+3=6، 1+1=2، فتطلع الرقم طبعا 26 اللي هو 26. تعالوا نعلي الرقم ده كده يا شباب، ناخد الرقم ده 56+37. طيب عندك 6+7 يساوي 13، 3 ومعانا الواحد، 5+3 8، 1+9 فيطلع الرقم 93. تعالوا نكتب الرقم ده كده بالانجليزي، فيبقى عندنا 56+37=، تعالى نجمع بقى. يا ترى بقى هنجمع الخمسة مع التلاتة الأول، ولا نجمع الستة مع السبعة الأول؟ طب تعالى نجمع غلط الأول ونشوف الفرق بينهم إيه. لو جمعت الخمسة مع التلاتة الأول هيبقى 8، هيبقى 5+3=8، و6+7=13، فيطلع الرقم 813. الرقم ده مجموعه يطلع 813، طبعا مستحيل، يبقى كده طريقة الجمع ديت خطأ. أمال هجمع الأول؟ هجمع زي العربي تماما، يعني أنا هبدأ ب 6+7، 6+7 زي ما عملت هناك بالعربي هعمل برضو في الإنجليزي كده نفس القصة، هبدأ ب 6+7 اللي هي 6+7=13، وحط التلاتة ورا. طيب أحط تلاتة وبتفضل معانا الواحد، عندي 5+3=8، 5+3 يساوي 8، وكان عندنا واحد هناك فيبقى 9 فتطلع 9، فيطلع الرقم 93، نفس الرقم اللي انا جمعته هناك في العربي. ده بالنسبة يا شباب اي رقم بقى معاك، سواء كان 3 ارقام 4 ارقام 10 ارقام، انت هتاخد الرقم من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين، عشان ما تتلخبطش. انت طبعا عارف ان الانجليزي بتدرسه من الشمال لليمين والعربي من اليمين للشمال، لكن انت عندك الارقام والعمليات الحسابية عمليات الجمع والطرح برضو بتشتغلها الرقم من اليمين. طيب تعال نعمل بقى كده عملية الطرح بالانجليزي، هو نفس القصة في الجمع بالظبط. خد نفس الرقم اللي كان معنا دلوقتي جمعناه اللي هو 56+37. طبعا لما اجي اطرح 6+7 ما تنفعش، فبستلف واحد من الخمسة على الستة فتبقى 16، 16+7 يساوي 9، الخمسة بقت 4، 4+3 يساوي 1، فيطلع الرقم 19. تعال نعمل نفس الرقم بقى عمليات الطرح في الانجليش، فيبقى عندي 56- العلامة دي بقى دلوقتي اسمها ماينس مش بلس، ماينس 37 equals. طيب هطرح ايه بقى الاول؟
هطرح الخمسة ناقص التلاتة؟ طبعا لأ، احنا اتفقنا ان انا ببدأ نفس الكلام من على اليمين، يبقى انا برضو هطرح 6 ماينس 7 ما تنفعش، فبستلف واحد برضو من الخمسة فتبقى 16. طبعا 16 ماينس 7 ايكوالز 9، 16 ناقص 7 يساوي 9، الخمسة بقت 4 4، ف 4 ماينس 3 ايكوالز 1، فيطلع نفس الرقم 19 اللي احنا طلعناه دلوقتي بالعربي اللي هو 19. بصوا يا شباب، العملية كلها عمليات الجمع وعمليات الطرح وعمليات القسمة وعمليات الضرب وكل العمليات الحسابية باللغة الإنجليزية هي نفس العمليات الحسابية باللغة العربية. ببدأ الرقم من على اليمين أو ببدأ الرقم بخانة الأحاد وبعد كده العشرات، نفس الكلام في اللغة الإنجليزية، ببدأ بخانة الأحاد وبعد كده العشرات وبعد كده المئات وهكذا. خد بالك أنا عندي طبعا أي رقم مثلا، لو جبنا رقم كبير مثلا زي رقم 1516، 1516 باللغة العربية عندي الستة في خانة الأحاد، والواحد في خانة العشرات، والخمسة في خانة المئات، والواحد في خانة الألوف. نفس الكلام 1516 عندي السكس في خانة الأحاد، وعندي الوان في خانة العشرات، وعندي الفايف في خانة المئات، وعندي الوان في خانة الألوف. إن شاء الله هتلاقي مادة الرياضة السنة دي مادة لذيذة وجميلة، والمسائل الحسابية اللي فيها مسائل سهلة، هتحب الرياضة جدا السنة دي وهتستمتع بيها آخر استمتاع. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك، لو ما كنتش اشتركت في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير الحلقة اللي جاية في فيديو جديد. جود باي.